بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. معكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نكمل مع بعض شرح ليسون نمبر 1 ميررز. ليسون نمبر 1 يونت نمبر 2 بيتكلم عن المرايات، واتكلمنا في الشرح اللي قبل كده على التايب الاولاني للميررز هو بلين ميرور، وقلنا ان عندنا حاجة اسمها light reflection، ولايت ريفليكشن هو ان اللايت ده بيرجع تاني لما بينزل على بلين ميرور او لما بينزل على شايننج سيرفيس عموما او ريفليكتنج سيرفيس. طيب، وقلنا ان في حاجة اسمها لو اوف ريفليكشن، وان الفيرست لو اوف ريفليكشن بيقول ان الانجل اوف انسيدنت ايكوال انجل اوف ريفليكشن. السكند لو بيقول ان الانسيدنت ري والريفليكتد ري والنورمال كلهم على same plane perpendicular to reflecting surface. وتعرفنا على يعني ايه incident ray ويعني ايه reflected ray و angle of incident و angle of reflection وهكذا. وتكلمنا على properties of image which is formed in plane mirror، وقلنا ان الimage is upright، وقلنا ان الimage دي equal in size is a virtual image laterally inverted يعني معكوسة، when the distance from object to image equal the distance from the object to احنا هنصلح دي وهنخليها the image بدل the image هنخليها the mirror. The image the distance from object to mirror equal the distance from image to mirror، يعني المسافة بينك وبين المراية هي المسافة بين المراية وصورتك. تعالوا كده يعني نتوكل على الله ونحاول نفهم مع بعض spherical mirror. spherical mirror هو نفس الميرور بس مش بلين، يعني مش مستوية كده، لا هي مش مستوية يعني ليها كيرف. اكنك عملت ايه؟ اكنك جبت سفير، والسفير دي قمت عامل لها ايه؟ قمت خدت منها حتة. يعني ايه خدت منها حتة؟ يعني لو اللي قدامكو دي مثلا دايرة، تخيل الدايرة دي ايا كان الدايرة دي بتمثل ايه، بس الدايرة دي ليها سنتر. يعني خلينا نتفق، ركزوا بقى في اللي انا بقوله لان الكلام اللي انا هقوله ده كله مهم. اي دايره في الدنيا، اي سيركل في الدنيا هي ليها سنتر، يعني احنا متفقين على المعلومه دي. تخيلوا بقى معايا حاجتين، ان الدايره دي بتلمع. يعني ايه بتلمع؟ يعني كوره مثلا، والكوره دي اما ان هي بتلمع من بره او ان هي بتلمع من جوه. هقولها لكم تاني، تخيل ان انت ماسك سفير، ماسك كرة، الكرة دي بتلمع من بره وعتمة من جوه، او يعني الجزء الداخلي بتاعها دارك عادي خالص ما بيلمعش، او العكس انك ماسك كرة من بره عادية خالص مش بتلمع بس من جوه بتلمع. كرة خالص عادية خالص، كرة من بره بتلمع ومن جوه عادية، او من جوه يعني بتلمع ومن بره عادي. وجيت انا قمت واخد جزء من السفير دي، خدت حته كده. شايفين بقى اللي ظهر لي ده؟ الارك اللي ظهر ده، ال 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 الجزء ده اللي انا خدته ده، السنتر ده تبعه ولا لا؟ الحته دي ركزوا في كل حاجه انا بعملها، هو برضو الحتة اللي انا خدتها دي مش ده السنتر بتاعها؟ والحتة دي كان الجزء of whole sphere، جزء من دايرة كاملة. هي دي السفيريكال ميرور، يعني حتة من دايرة، والدايرة دي كان ليها سنتر. وكل شغلنا في الفترة اللي جاية هيبقى على ميرور، بس الميرور دي مش بلين، دي سفير،
أو part of a sphere، جزء من دايرة، زي المعلقة بالظبط. لو أنت جبت معلقة هتحس إن المعلقة دي مدورة فيها، لو بصيت في الجزء اللي بتاكل بيه اللي هو المدور ده، دي نوع معين، ولو قلبت المعلقة على ظهرها وشفت الجزء اللي طالع ده كده، ده نوع تاني. طيب حلو الكلام ده. تعالوا نعرف يعني ايه spherical mirror. Spherical mirror is a type of mirrors in which the reflecting surface is a part of whole sphere، يعني جزء من دايرة كاملة أو كورة. الميرور دي ممكن تكون واحدة من اتنين، لإما كونكيف ميرور، وفي حالة الكونكيف ميرور الجزء اللي منور هو اللي جوه، لإما تكون كونفكس وفي الحالة دي اللي منور هو اللي بره واللي جوه ده مش منور. يعني أنا عندي two types of spherical mirrors، I have concave mirror and convex mirror. The definition of concave mirror is the mirror its reflecting surface is a part of inner sphere أو inner surface of sphere، الجزء الداخلي من السفير هو اللي منور، هو اللي بيعكس النور، وبالتالي شكلها مقعر كده، بنسميها بالعربي مقعرة، تحس ان هي من النص كده ايه منورة. اما الكونفكس، the mirror its reflecting surface is a part of outer sphere، الجزء اللي بره من الكرة دي هو اللي منور، هو اللي شايني، هو اللي هقدر اشوف فيه صورتي. يبقى انا عندي نوعين من الميررز، السفيريكال ميررز بمعنى اصح كونكيف اند كونفكس. طيب هو في فرق بين الكونكيف والكونفكس؟ تعالوا نشوف الكلام ده. ده شكل لي ميرور، دي عبارة عن بارت اوف سفير، يعني ده جزء من دايرة. تعالوا نجيب نور وننزل النور ده على الميرور دي، تعالوا نخليه بيم احسن. بصوا لو انا جبت كشاف نور وضربته في الميرور دي، الميرور دي بتعمل ايه؟ it will collect the light، بتجمع النور. يعني لو الجزء ده كده في الحالة دي اسمها concave، اسمها ايه؟ concave mirror. دي الميرور اللي من نوع الكونكيف دي اللي الانر بارت منها هو اللي شايني، it collects light، بيتجمع النور، ودي very important point ان هي بتجمع it converge the light. طب تعالوا ناخد مصدر الضوء ده ونخليه يجي بالعكس. ده بصوا لما خلينا الميرور دي اعتبرناها ان اللي جوه هو اللي ضلمة وان اللي بره هو اللي منور، دي بتعمل ايه؟ هي بتجمع النور هنا ولا بتفرقه؟ دي بتفرق النور، دي بتخلي النور بدل ما هو كان متجمع، دي بتعمل ايه؟ دي في الحالة دي it diverge the light، دي هي بتجمعش النور ولا حاجة، عكس التاني. التاني في حالة الكونكيف كانت بتعمل converging، اما دي بتعمل diverging، بتفرق النور. لو انت بصيت كده هتلاقي النور مش بيتجمع، ده النور ايه؟ بيتفرق، بيتفرق بقوة كمان. اما لو جينا خلينا السورس اوف لايت ده يخبط في كونكيف ميرور هتلاقيها بتجمع النور، زي في الحالة دي
في الحالة دي هي بتجمع اللايت، بس لسه هنخش في تفاصيل الموضوع ده، مش عاوز اشتتكم من دلوقتي، ولكن تخيلوا ان دي كونكيف ميرور اهي، الميرور دي بتجمع اللايت قدامها. هنيجي لكل ده خلال الشرح بتاعنا. يبقى دي احنا بنتكلم على بوينت نمبر 2، ان the effect of light effect on light rays converge the light rays، اما هنا في الكونفكس it diverge the light rays. طيب الاقي فين في الميرور السفيريكال اللي هي كونكيف؟ كونكيف خلاص اتفقنا ان الشايننج سيرفيس، ان اللي بيلمع او الريفلكتنج سيرفيس انر، يعني من جوه بيلمع. هلاقي فين السنتر بتاع الدايره دي؟ هلاقي فين السنتر اوف كيرفيتشر؟ كلمه سنتر اوف كيرفيتشر، لو انت عندك دايره السنتر بتاعها اسمه سنتر اوف كيرفيتشر، فلو هو ده اللي قصدك عليه، لو هي دي الميرور، لو هي بتلمع من جوه الاسم اللي انا مش هقول عليه على الدايره دي، وبالتالي السنتر هنا هيكون ان فرنت اوف ريفلكتنج سيرفيس، يعني السنتر بتاع الجزء اللي هيتجمع فيه النور قدام الميرور. اما في حاله الكونفكس ده النور بيتشتت، بس السنتر بتاع الدايره دي فين؟ انا هفترض يعني ان انا كملت الدايره، طبعا مش هتيجي، استحاله تيجي يعني مظبوطه، بس السنتر هنا فين؟ السنتر هنا ورا الشايننج سيرفيس ولا قدامه؟ يعني في الحاله دي هو قدام الشايننج سيرفيس in front of it، ده center of curvature. اما هنا center of curvature، كلمة center of curvature هو center الدائرة على فكرة. center of curvature فين؟ ده behind، هنا في الحالة دي ايه؟ behind the reflecting surface، behind the reflecting surface، يعني هتلاقي center of curvature ورا ال shining surface. فده drawing لي ال concave و drawing لي ال convex، يعني بيجي في الامتحان يقول لي draw a graph for او draw the concave and the convex lens، اهي هترسم له نفس الرسمة دي، ان هنا بيحصل converging for light يعني تجميع النور، اما هنا بيحصل diverging for light. انا هكتفي بالجزء ده في الفيديو، وهكمل معاكو درس الميرورز في فيديو تاني ان شاء الله، لان الدرس ده فيه شوية تفاصيل كده لازم تتاخد واحدة واحدة. اتأكد انك قبل ما بتقفل الفيديو انك فهمت الفيديو، وإلا عيده مرة واثنين وثلاثة لحد ما تفهمه كويس. بتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله، نتقابل في فيديو جديد. كنت معكم مستر احمد الباشا، باي باي.